إن الله قال ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون فلك أجل محدد الآن. ثم نعلم جميعا أن الله قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. بالأمس بالأمس دروس مع إخواننا في درس من الدروس يتعلق بأسباب كثرة الطلاق والمفارقات الزوجية. فأتوا لنا بحفيدنا سلمنا عليه وما هي إلا نصف ساعة إذا بالأحوالك تبدل وإذا بالأحوالك تغير وإذا بالموضوعات التي كنت أنت مرتب لها اليوم انقلبت رأسا على عقب انقلبت رأسا على عقب. فصدق الله إذ قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى نحن الرسل لا ندري ماذا سيحدث لا ندري بل لا من يوم لا ندري والله بل نستأجر أو تقبض أرواحنا. لذلك كان من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي يعني طلبتها إليك يا ربي ولم تردها إلى بلدي فارحمها إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. فلا ندري ربي يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون حتى نائم ممكن يأتي قدر الله بدلا يوقظونك لا تستيقظ. أين أنت؟ قبضتك الملائكة التي لا تفرط في أمر ربها جاءك ملك الموت الموكل بك فلنا ملك موت موكل بنا. قال جل ذكره قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. جاءك ملك الموت قبض روحك وانت نائم لم ترجع إليك يوقظونك لا تستيقظ. هكذا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ممكن أن تتلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا فإن رسولنا يوصينا ونسأل الله أن يعطينا العمل الوصية ما حق به المسلم له شيء يوصى فيه يموت إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه باستشعار أن الموت قد يأتيك وأنت نائم قد يأتيك وأنت بالعمل. قال تعالى في شأن سليمان عليه السلام النبي الملك الذي سخرت له الريح وسخرت له الجن والشياطين والإنس ما مرض واقف متكئ على العصر واقف الآخرين والجن هم يشتغلون والذي يزعم منهم أن أنبيه يذيقهم العذاب الأليم واقف على العصر يراقب كل الأعمال التي عنده من جن وإنس وطير يراقب الأعمال ومتكئ على العصر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ومتك على العصا إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. فلا تأمن على نفسك يا عبد الله لا تكن أبدا من الغافلين لا تكن أبدا من الغافلين. ما تدري أي أرض ما تدري ماذا تكسب غدا وقد أخفى الله الآجال عنك.
يعملوا جدوا كما أخفى على الناس العلم بليلة القدر، أخفى عنا الأرزاق المقصوبة لنا، أخفى عنا المصائب المقدرة لنا. أيها الإخوة يا أهل الإسلام، إن أصابتكم مصيبة كونوا معلمين، إن لله وإن إليه راجعون. ربنا قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا منادينا ربنا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا رب؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الكافر إذا خرج أخوه للجهاد، عفوا، إذا خرج أخوه مسافرا أو خرج أخوه غازيا في سبيل الكفر فقتل، يقول: ليتني منعته، كان بي يدي أنقذ، كان بي نذهب اليوم نتفسح، نذهب. ليجعل الله ذلك التنديم حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميتكم الله بما تعملون بصير. فلم يقل أنتم يعني لمن لكم سمتم عند المصائب، إن لله وإن إليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي فاخلف لي خيرا منها. هذا هدينا، هدينا كمسلمين عند حلول المصائب بنا. ولا يخفى عليكم أن أم سليم رضي الله عنها كان لها ابن من أبي طلحة مرض الورد، فأبو طلحة كان يحبه حبا شديدا. مات الولد، وبعد ذلك أبو طلحة خالد غسلته أم سليم وكفنته ودفنته، فرجع أبوها أبو طلحة أين ولدي؟ قالت: أسكن مكان وأهل مكان. وقد تزينت له فوقعها، ثم ابتسم وقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم جاءوا يطلبونها هل لك أن تمنعها؟ قال: لكن أشكرهم، أعاروني العارية استفدت بها. قالت: إن ابنك كان عارية عندك من الله فطلب الله منك.